قلوبنا حرامية 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 والله شبعت قلوبنا حرامية 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 والله شبعت قلوبنا حرامية 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 والله شبعت قلوبنا حرامية تدرون هم حافظين الردات أكثر من عندنا ومن محافظة القادسية ومن مدينة الديوانية استنكر أهل الديوانية ما تعرض له حملة الشهادات العليا والكفاءات من قمع على يد القوات الحكومية وصفين العمل الذي قامت به تحديدا قوات مكافحة الشغب بالعمل الهمجي. نستنكر العمل الهمجي اللي تعرضوا له حملة الشهادات. حقيقة ذولا هم كفاءات البلد، يجب الاهتمام بهم والاحتفاء بهم بدلا من الإهانة الذي تعرضوا لهم البنات والشباب. وهؤلاء هم مصدر فخر للدولة، يجب الاهتمام بهم ويجب توفير فرص عمل لهم واستقطابهم بالوزارات والاستفادة من كفاءاتهم.